بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. إحنا معك. الحقيقة قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، طبعا ما زلنا نعيش أجواء الاحتفالات بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة. طبعا لابد أن نتذكر تلك الأيام العظيمة وما أحلاها من أيام الحقيقة كانت كلها وئام وسلام وحب، ولم تسجل فيها حلقة أو محضر أو أي إشكالية في تلك الأيام. تلك الأيام العظيمة التي أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصري. لابد أن نقدم التحية لجيش مصر العظيم الذي أبهر العالم في 6 أكتوبر 1973، واستطاع أن يعبر قناة السويس ويقتحم الساتر الترابي ويقتحم أيضا خط بارليف المنيع. لابد أن نوجه التحية لهذا الجيش العظيم الذي أبهر العالم بحق. تحية لدم كل شهيد اختلطت دماؤه بتراب الوطن. تحية لعبقرية السادات ومعاونيه العظام في تلك الفترة، بطل الحرب وبطل السلام. لابد أن نتذكر تلك الأيام التي كان الشعب فيها يدا واحدة خلف القيادة السياسية. وإذا كنا سوف نتكلم بالحسابات، فقد كان الجيش الإسرائيلي أكثر عدة واعتدادا، فكان يملك أحدث الأسلحة وأحدث التكنولوجيا في العالم، ولكننا كنا نملك الإرادة والعزيمة والحق، ومن أجل ذلك كان الانتصار هو حليفنا. تحية للوطن العربي كله، لأنه الحقيقة أثبت وبحق أن في الاتحاد قوة. تحية للشعب المصري بكل طوائفه، عمال وفلاحين، الحقيقة أثبتوا انتماء حقيقيا لهذا الوطن في تلك الفترة. نحن أحوج أن نستعيد تلك الذكريات، نحن أحوج أن نعيش هذه الذكريات ونلتف جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية للقضاء على كل المؤامرات التي ما زالت تحاك بهذا الوطن. مؤامرات كثيرة جدا، لأن مصر مستهدفة، ولكن بإذن الله ربنا يحفظ بلدنا، وسوف تتحطم كل المؤامرات التي تحاك بهذا الوطن إذا كنا جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية. موضوع حلقتنا النهاردة الحقيقة عن محافظة المنيا، وهي تعتبر من المحافظات المهمة، والتي هي إحدى المحافظات التي تقع شمال الصعيد، وهي طبعا محافظة زراعية من الطبقة الأولى، وتنقسم إداريا إلى 9 مراكز إدارية وتضم 9 مدن و57 وحدة محلية قروية و346 قرية و1429 عزبة ونجع، بالإضافة إلى مدينة المنيا. وطبعا المنيا يعني تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الحقلية، وأيضا محاصيل الخضر ومحاصيل الفاكهة. هنتكلم بالتفصيل عن محافظة المنيا، وعلشان كده سوف نستضيف ضيف هذه الحلقة السيد المهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وزي ما قلت في المقدمة هنتكلم بالتفصيل عن محافظة المنيا. هذه المحافظة الزراعية بالدرجة الأولى الحقيقة اللي بتشتهر بزراعة العديد من المحاصيل، سواء كانت محاصيل حقلية أو محاصيل خضار أو محاصيل فاكهة. أيضا لها دور في المشروع الضخم وهو 1.5 مليون فدان. هنتكلم بالتفصيل عن هذه المحافظة، وطبعا احنا في انتظار اتصالات حضراتكم من اهالينا من المنيا للرد على اي استفسار او حل اي مشكلة على الهواء مباشرة. لذلك يسعدني ان ارحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، السيد المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا. برحب بحضرتك باشمهندس عبد العاطي. اهلا وسهلا بحضرتك. وعودا حميدا. الحمد لله والشكر لله. ونتمنى لحضرتك دوما التوفيق. ان شاء الله باذن الله نتمنى من الله. ان شاء الله. يعني طبعا نحن مقبلين على فصل الشتاء. ما هي استعدادات مديرية الزراعة بالمنيا لاستقبال هذا الفصل؟ قبل ما اتكلم اهني الشعب المصري بعياد اكتوبر المجيدة. والله. ده للعام 46 وان شاء الله مصر كلها تفضل كل يوم في اعياد ونصر دايما باذن الله. احنا عاوزين الذكرى دي نعيشها تاني يا باشمهندس. ان شاء الله. انا حضرتها كنت الايام دي حضرتك حضرتها، كان سني 13 سنة وانا حضرتها. الحقيقه الاجيال اللي موجوده حاليا ما حضرتش تلك الايام العظيمه اللي كان فيها حب ووئام وسلام بين كل طوائف الشعب المصري. اكيد. يمكن زي ما انا قلت في الفتره دي لم تسجل جريمة واحدة على مستوى الجمهورية. أكيد. يعني كان انتماء حقيقي لهذا الوطن، وهو ده المعدن الحقيقي للشعب المصري اللي هو بيظهر وقت الأزمات. احنا عاوزين نسترجع الذكرى دي ونرجع مرة تانية بقى بإذن نلتف الله. مع بعض مع القيادة السياسية إن شاء الله. احنا كلنا جميعا خلف القيادة السياسية، لأن ما زالت المؤامرات مستمرة طبعا. بالضبط. ونتمنى من الله وندعو الله ربنا يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. وكلنا وراء خلف القيادة السياسية قلبا وقالبا. أكيد طبعا. وربنا ينصره وينصر القيادة السياسية ضد الإرهاب. بإذن الله. بإذن الله. بالنسبة لمحافظة المنيا أنا سلمت مديرية الزراعة في المنيا لي شهر. بمجرد ما جيت كان نهاية الموسم الصيفي لعام 2019، كان في شوية مشاكل الحمد لله تغلبنا عليهم وبدأنا نوفر. أولا عرفت الزمام المنيا طبعا زمام كبير من الصغير، عملت الاحتياجات المطلوبة للموسم الشتوي من الأسمدة والمبيدات والتقاوي. بالنسبه للزمام عندي هل كان في رصيد من الاسمده؟ كان يعني في رصيد نهايه الموسم الصيفي في حدود 3000 طن. والحمد لله يعني في اواخر الموسم الصيفي كان في مشاكل لكن تغلبنا عليها وبفضل الله عز وجل يعني الحمد لله ما كانش في نعتبر تغلبنا على المشاكل بتاعت نهايه الموسم الصيفي. تمام. وان شاء الله بدايه موسم شتوي جديد و عملنا الاحتياجات السمادية وجميع أصناف التقاوي الخاصة بالقمح موجودة في الجمعيات والمنفذ الخاص بإدارة إنتاج التقاوي التابع لوزارة الزراعة عندي في المديرية. معظم أصناف تقاوي القمح تعرف حضرتك المنيا بتتميز المحافظة الأولى على الصعيد في زراعة القمح. زمام من محافظة المنيا من أكبر زمامات على مستوى محافظة الصعيد 420,000 فدان ده المقنن. لكن بالنسبة للغير مقنن فطبعا في وضع يد زي ما أنت فاهم طبعا. وعندي أنا 346 قرية فيهم 346 جمعية محلية غير 9 جمعيات مشتركة غير الجمعيات النوعية غير الجمعية المركزية اللي هي أم الجمعيات المحلية والمشتركة والنوعية في محافظة المنيا. طبعا يتم عمل البرنامج الموسم الشتوي مكون من على 5 شهور او موزع على 5 شهور. بيتم عمل البرنامج الشهري بالمديريه وارساله للجمعيه المركزيه اللي هي دورها بترسل للجمعيه العامه بالقاهره والجمعيه العامه بترسل البرنامج للمصانع لتنفيذ البرنامج للجمعيات الزراعيه المحليه.
طبعا ابتدينا في توزيع بداية الموسم الشتوي. طبعا في البداية طبعا ما فيش أي مشاكل أسمدة. بالنسبة للتقاوم موجودة في جميع الجمعيات. المبيدات حنبدأ نوفر في المبيدات، وحنبدأ نوفر برضو مبيدات الحشائش الخاصة اللي بنستخدمها في محصول القمح. بالضبط. المساحة المتوقعة زراعتها إن شاء الله؟ المساحة المتوقعة زراعتها في حدود 230 من 240 ألف فدان. السنة اللي فاتت كانت مساحة الزمام المنزرع من محصول القمح 218 ألف فدان. ونتمنى إن شاء الله زيادة هذه المساحة من محصول القمح، لأن محافظة المنيا من المحافظات التي تشتهر في محصول القمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية زي محصول قصب السكر والبنجر. الحقول الإرشادية المتوقع عددها يعني إن شاء الله الموسم القادم؟ أولا الحقول الإرشادية أنا ما نقدرش نحدد من دلوقتي إن شاء الله، لكن حتكون كثيرة. الموسم اللي فات كانت كام تقريبا؟ ما خدتش عددها يعني. طيب ماشي ماشي اوكي. هو طبعا الحقول الارشاديه حضرتك عارف ان هي مهمه لان هي بتعتبر نموذج نموذج عملي للفلاح عشان يقتنع يقتدي به يقتنع بالمعاملات السليمه والارشادات السليمه الخاصه بهذا المحصول علشان يحصل على اعلى انتاجيه. تمام. طب المساحات طبعا طريقه الزراعه احنا دلوقتي حضرتك عارف بنشجع الزراعه على مصاطب. المساحه عشان زياده الانتاجيه بالظبط. هل معروف المساحه اللي هيتم زراعتها على مصاطب في المنيا؟ هو المفروض انا كنت جبت المساحات اللي كانت اتزرعت على مصاطب، لكن انا ما جبتش المساحات. احنا نتمنى الحقيقه زياده المساحه اللي تتزرع على مصاطب والمساحات كلها تكون مزروعه بهذه الطريقه. نتمنى، لكن لان الزراعه على مصاطب التقاليد بتغلبني وبتغلب المزارعين اخواتنا. في ناس بتزرع مش بتزرع على مصاطب، لكن احنا بنحاول نرشد المزارع للزراعه على مصاطب لزياده الانتاج. ما هي اذا كانت الطريقه دي مفيده للفلاح انه هتدي له اعلى انتاجيه، بالنسبه للمعاملات الزراعيه برضه مفيده، هتوفر له ميه، ايه المانع؟ لا كمان على فكره الزراعه على مصاطب بتساعد انه القمح ما يحصلوش رقاد في نهايه الموسم. اكيد. طيب يبقى احنا نتمنى ان الفلاحين يقتنعوا بزياده الوعي الارشاد والندوات الارشاديه. ما هو فندم احنا بنتكلم برضه هنا في من خلال البرنامج وحضراتكم الندوات الارشاديه باذن الله. وطبعا الحقول الارشاديه اعتقد كلها بتكون مزروعه بهذه الطريقه. بتكون مزروعه على مصاطب. تمام. معانا علي من المنيا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ وحشنا. الله يحفظك. الله يخليك دكتور حامد عبد الدايم الراجل الوطن العظيم. ربنا يحفظك. الله يخليك. اولا يا باشا بعد اذن حضرتك اتفضل. انا اولا بهني الشعب المصري جميعا حكومة وشعبا بانتصارات اكتوبر المجيدة، واترحم على روح الزعيم البطل الراحل الزعيم انور السادات بطل الحرب والسلام. العبقري انور السادات الله يرحمه. العبقري الثعلب المكار اللي جاب لنا نصر اكتوبر سعادتك. صح. هو بطل الحرب وبطل السلام على فكره. حرب وسلام وكل حاجه والله العظيم. الله يرحمه. يا رب. اتفضل يا اخ علي. وبعد اذن حضرتك يا باشا احب اطمن حضرتك واطمن الشعب المصري ان ما زالت الروح الوطنيه في الشعب المصري العظيم. اكيد طبعا. اكتوبر ما زالت شغاله، وده ظهر اثناء الدعوات المشبوهه سعادتك. بس حضرتك عارف المؤامرات كتيره قوي يا اخ علي. انتصارات كتير كتير كتير. المؤامرات. لان اللي والمؤامرات ايوه يا باشا. المؤامرات ومحمد علي ومحمدين علي. لا 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 الناس دي ده بعد توافق. اذنك ما يصحش نذكر اسمائها. توافق يا حاج علي زي ما بيقول باشمهندس صلواتي دول توافه ما توافق. نذكرش اسمائهم اعملوا معروف. احنا مش هنديهم ازيد من حجم. لا لا خالص نقول التوافه مش الاسم. التوافه واحنا بنحارب ارهاب وزعيمنا البطل ببعث له التحيه فخامه الزعيم البطل طبعا طبعا قاهر مخططات الارهاب والمؤامرات اللي كانت عايزه تهدم البلد. اطمن يا حامد بيه احنا شعب واعي ومن محافظه المنيا بقول لك احنا مؤمنين ببلد ارتفعت فيه
مؤقتا الاسعار هتكون افضل من بلد ستشتعل فيها النيران يا باشا. برافو عليك، برافو عليك يا حاج علي، صح تمام يا باشا، كلامك ده مظبوط والله. معاكم قلبا وقالبا، وتحيه لكل شهيد اريقت نقطه من دمائه من قبل حرب اكتوبر وحرب اكتوبر بالزبط. وحتى هذه اللحظه وحتى الان وحتى هذه اللحظه وتحيه لكل اب شهيد واخ شهيد وام شهيد. انا بحييك والله يا اخ علي الحقيقه، جزامهم على راسنا من فوق بالظبط. وتحيه لكل فلاح مصري، لان لازم نكون عارفين يا حاج علي، لازم نكون عارفين ان الفلاح المصري ده هو ابو الشهيد واخو الشهيد وابو الجندي وابو الضابط واخو الضابط والجندي اللي موجودين اللي هم بيدافعوا عن مصر حتى هذه اللحظه. فتحيه لكل فلاح مصري في جميع المحافظات، لكل فلاح مصري ولكل مزارع مصري ولكل زراعي مصري، مهندس بالزبط. او دكتور او باع بالظبط يا فندم، كله من اجل مصر يا شيخ. واحنا تحت امره، هو جندي برضه، جندي مزارع، وغير جندي مزارع فلاح. انا بكلمك عن مشاكل، اتفضل. لان قاعد قدامك قدام الكاميرا الراجل حلال المشاكل، وصل حلال المشاكل، وصل ابو عاطي بيه صديق الخطيب، لان قبل كده كنت عملت تداول مداخله مع حضرتك، وبتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي الوزير الواعي المخلص الدكتور عز الدين ابو سعيد اللي بيعمل صوب زراعيه وبيعمل مزارع سمكيه وحاطط ايده في ايد فخامه الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وما يعمل انجازات على ارض الواقع. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا برضو بنحيي الباشمهندس عبد عاطي، وان شاء الله على ايديه ترجع النهضه الزراعيه بمحافظه المنيا مره ثانيه. هترجع، انا قبل كده قلت لك الراجل دور عجله الانتاج، مش عارف ايه اللي حصل، وقفت شويه، مش مشكله، ما يدرش حاجه، تعبت شويه. رجع تاني، سيبوها لنا يا باشا، خلي العجله تدور شويه كده. لا هو معاكم ما تقلقش. ماشي يا باشا، واحنا معاه واحنا وراه، واحنا كمزارعين وكفلاحين وبكلمك وكمهندسين زراعيين هنقف وراه بالليل وفي النهار. ان شاء الله ان شاء الله، ده مطلوب. متشكرين على بعض، شكرا حاج علي، شكرا. ده يعني تشفق راسي، وانا خدام لكل مواطن وخدام لكل فلاح. هو المفروض كل مسؤول كده، شرف لي انا كلمه خدام لاي فلاح واي مواطن يدخل مكتبه او لي مشكله، ده شرف لي انا اكون خدام لي. احنا بنحييك، لان هي دي الصفه اللي المفروض تكون موجوده في كل مسؤول، مكتبه مفتوح للمواطن. انا بكون سعيد جدا لما احل مشكله المزارع، لان هو المسؤول موجود علشان كده، علشان يحل مشاكل الناس، يشوف ايه اللي المفروض يتعمل ويعمله. لو هو مش قادر يعمل كده ما يقعدش في مكانه صراحه. طبعا اي مسؤول ما عندوش القدره على حل مشكله المواطن ما يقعدش في مكانه، على فكره في اي مكان، في اي وزاره، مش في وزاره الزراعه لا، بس لان احنا ما عندناش وقت. خلاص الرئيس بيقول ما عندناش وقت، المسؤول اللي مش قد المسؤولية بنقول له متشكرين، أو هو يقول لنفسه بقى متشكرين يعني، لأن كفاية تضيع وقت. لكن يجي يقعد على الكرسي سنة واثنين وثلاثة وما يحلش مشكلة والمشاكل تتراكم على الناس وعلى البلد، ما ينفعش. يعني لازم أرجوكم، لأن ده مستقبل وطن، مستقبل وطن. المسؤول بياخد مرتبه من الضرائب اللي بيدفعها المواطن المصري، فلازم يكون على قد المسؤولية، لازم يكون الضمير حي يا سعادة الباشا. طيب معانا طلال من كفر الشيخ. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حامي، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اتفضل. بحييك وبحيي ضيفك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك، الله يخليك. يا دكتور حامد لو سمحت، أنا عندي مشكلة في إصلاح كفر الشيخ الزراعي. إصلاح الزراعي بكفر الشيخ، اتفضل. عندي مقيد على جدي ثلاث فدادين ونص بسبات الإصلاح الزراعي. ثلاث فدادين ونص؟ ثلاث فدادين ونص. وجدي حائز بفدان وعشرة كرات فقط لا غير، ومعايا ما يثبت ذلك. وتقدمت للزراعة بمكتب الأستاذ علي رواج بوزارة الزراعة بالقاهرة بشكوى وتم العمل بها، وذهبت للسيد وزير الإصلاح الزراعي الدكتور سعيد أبو فريخة وكيل وزارة الإصلاح الزراعي، برضك لم يتم العمل ومحدش رد عليا. والنهاردة الإصلاح الزراعي عمل لنا محاضر حجز وتبديد، وتم الحكم على والدي بسنة ودفع 27 ألف جنيه متراكمات على الأرض التي لم توجد تحت أي دينة.
لا لا لا، الموضوع ده انا عاوز افهمه اخ طلال، يعني انتوا ازاي مقيد عليكم من الاصلاح 3.5 فدان واللي تحت ايديكم فعلا فدان و10 قراريط؟ ازاي يعني يا فندم؟ احنا يعني الشكاوى بتاعتي وصلت الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه والها، وبص يعني وصلت، يعني مش عايز اقول لحضرتك انا بقالي 7 سنين النهارده بجري على الارض دي. طيب انا بعد اذنك، يعني الاصلاح الزراعي بيطالبكم بحق انتفاع الخاص بالارض اللي هم 3.5 فدان، مظبوط؟ طب ما تقولوا للاصلاح ادونا ال 3.5 فدان، فين هم؟ قلت لهم يا فندم سلمونا ال 3.5 فدان واحنا ندفع عليهم. قال لك لازم تطلع المساحه، وكلفه المساحه هتفرز 151 فدان، كلفتها 120,000 جنيه. وانا جهه مش مالكه، انا بخاطب السيد وزير الزراعه عز الدين ابو ستيت، وبخاطب السيد وزير الاصلاح الزراعي بالقاهره بان كلفه المساحه مش عليا، لان انا مش جهه مالكه. ما فيش وزير للاصلاح الزراعي يا اخ طلال، رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. تمام، رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. فانا طبعا ما اناش جهه مالكه للاصلاح الزراعي، انا راجل بدفع قيمه ايجاريه. يعني هم بيطالبوك بدفع قيمه ايجاريه لارض فعلا مش تحت ولايتك، وهي مش تحت ولايتي مش اصلا. تحت ولايتك. فطبعا ده فدان و10 تحت ولايتي، وهم والله هي مشكله غريبه جدا، يعني زي اللي بيجي له فاتوره التليفون وهو اصلا ما عندوش خط تليفون. الله يفتح عليك، ولازم يدفع دكتور. يعني حاجه غريبه جدا يعني. انا الله يفتح على حضرتك، ومطلوب من المواطن هو اللي يثبت يعني. طب ما الهيئه بتطالبه بانه يدفع القيمه الايجاريه ل 3.5 فدان، طب ما يدوا له 3.5 فدان. الراجل بيقول لكم انا تحت ايديا بس فدان و10 قراريط، ومعايا ما يثبت ذلك يا دكتور كمان. معايا ما يثبت، معايا فدات من الجمعيه ومعايا بطايق جمعيه بتثبت ان انا حائز بفدان و10، بس ان جدي ده حائز بفدان و10 وبطالب بثلاث فدادين ونص، وتم تحرير محضر حجز وتبديد ضد والدي بما ان هو الوريث لجدي، وحكم عليه بسنه ودفع 27,000 جنيه. يا اخي طلال، يا اخي طلال، بس حجز وتبديد على ايه؟ على ارض هي اصلا مش موجوده؟ طيب يا فندم انا بطالب بتسليم الارض ديت يا برفع القيمه الايجاريه من عليا، مع اني مش هرضى برفع القيمه الايجاريه، انا بطالب بالتسليم بما انها مقيده عليا. طيب احنا خلال الحلقه ان شاء الله هنعمل اتصال تليفوني مع الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه، وهنعرض عليه المشكله ونشوف رده ايه، ويا ريت المستندات اللي مع حضرتك توصل لنا هنا في القناه. يا فندم انا تحت امرك في اي وقت وفي اي مكان وقدام اي جهه قانونيه، ومساءل باني لو اخطات في حق حد اساءل قانوني، وانا موافق في اي مكان. تمام، ولو قدام السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي اظن ما حدش يرضى بالظلم. طيب. من نفسه يعني خلاص بقى، يعني احنا عاوزين المسؤولين هم اللي يشتغلوا. عم طلال، وفي معلومه كمان حضرتك، حضرتك بس سيب بياناتك في الكنترول، والاعداد هيتواصل معاك علشان حضرتك تشرفنا بالمستندات، وهنعرضها على الدكتور حسن الفولي، وهو احنا هنعمل معاه مداخله ان شاء الله خلال هذه الحلقه ونعرض عليه المشكله. تحت امر انت في مركز ايه؟ مركز ايه يا اخ طلال؟ مركز كفر الشيخ يا فندم. مركز كفر الشيخ. طيب اوكي، بشكرك جدا. حاضر، بشكرك. مشكله غريبه جدا بصراحه، يعني طلال معاه فدان و10 قراريط، مشكله. الاصلاح بيقولوا له لا، ده انت مربوط عليك 3 فدادين ونص، وبيطالبوه بحق انتفاع الثلاث فدادين ونص، ويدفع اجارهم لا، وخدوا عليه حكم كمان، ومش عارف، ودفع 27,000 جنيه وسنه سجن على حاجه مش موجوده. طب احنا عاوزين المواطن يبقى عنده انتماء ازاي؟ ربنا يصلح الحال. عموما هنشوف القصه، هو بس يجيب لنا المستندات ونعرضها على المسؤول الدكتور حسن الفولي، لان هو الراجل متاكد من نفسه، بيقول لو ثبت عكس كده يعني انا مستعد لاي حاجه. يعني نتمنى مثل هذه المشاكل يتم حلها سريعا الحقيقه، لان هي مهمه قوي يعني ان هي تتحل. طيب نستكمل الحديث يا اخ عباطي. طبعا فضل. احنا المحاصيل الاخرى بقى الشتويه غير القمح. عندنا بالنسبه لمحافظه المنيا تتميز بزراعه المحاصيل الاستراتيجيه زي قصب السكر. عندنا 38,000 فدان قصب سكر مزروعين في محافظه المنيا. بالنسبة للبنجر السكر برضو 25,000 وفدان برضو بنجر، والحمد لله بيتم التعاقد عليهم
في مصانع بنجر السكر الاسكندريه والفيوم. ما هو البنجر بيعتبر من المحاصيل الاستراتيجيه التعاقديه وما فيهوش اي مشكله ولا القمح ما فيهوش اي مشكله. وعندنا كان مزروع في محافظه المنيا 1097 فدان قط. ده اللي انا جيت لقيت فيه مشكله في التسويق لكن ما عنديش منظومه طبعاً اتكلم بيها. طبعا. طيب معانا محمد من المنيا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. سعادتك احنا اشترينا ارض من الصحراء الغربي بحفاظه المنيا. الو. ايوه معاك. اشترينا ارض من الصحراء الغربي لمحافظه المنيا مركز زير مواس. مركز زير مواس ها. وعايزين الكماوي اللي هناخده جديد ناخده من اقرب جمعيه زراعيه بدل ما يقولوا تعالوا خدوا من المنيا. يعني انت عاوز جمعيه زراعيه هناك؟ عندنا جمعيه زراعيه قريبه لينا. اه طب ليه ما فيهاش اسمده؟ فيها اسمده بس بيقولوا في المنيا تعالوا خدوا الكماوي الارض الجديده من المنيا. مش مقنن وضعه. لا طب خليك معايا انت مقنن وضعك يا اخ محمد؟ مقنن وضعي ايوه بخمس فدانين. من المحافظه؟ من المحافظة ولا منين؟ عشان تحت ولاية المحافظة. من المحافظة في المنيا. تمام. خدت العقد من السيد المحافظ. تمام. عليه بالذهاب النهارده كان في اتصال كنت بعت انا العقود للإدارة المركزية لشؤون المدريات وقالوا خلي الناس زي تجي لنا في الإدارة المركزية في شؤون المدريات بوزارة الزراعة ويجيب العقد معاه الأصلي وأي مستند خاص بعقد الملكية. على اساس يتم العرض على اللجنه التنسيقيه لصرف اسئله. طب خليك معايا يا اخي محمد خليك معايا. هو انا يعني انا طب ما حضرتك كوكيل وزاره في المنيا يعني لا يكتفى بان هذه العقود تجي لك وتعمل بها كشوف وتبعتها للاداره المركزيه لشؤون المدريات؟ بعت الاداره المركزيه بقول لهم الناس دي حصل على عقود وفي عقد بين المحافظه وبين المزارع والنهارده تم الاتصال بها عن طريق الاداره المركزيه لشؤون المدريات اللي خلي الناس دي تجي عشان يتم العرض على اللجنه التنسيقيه. يا فندم يجوا ليه؟ انا عاوز افهم يجوا ليه؟ احنا هو احنا غاويين ندوخ المواطنين ليه؟ يعني انا المواطن اجيبه من المنيا خليك معايا اجيبه من المنيا من دير مواس علشان يجيب العقد الاصلي يديه لشؤون المدريات. ما حضرتك بتمثل لحظه يا اخي محمد حضرتك بتمثل وزير الزراعه في المنيا. انا بعت حضرتك تطلع على العقود وتبعت مذكره رسميه من المديريه بتوقيع سيادتك ومختومه انه فلان وفلان وفلان حاصلين على عقود وتعرض على اللجنه التنسيقيه الازمات. جيت انا لقيت بيبعتوا بالنسبه للعقود دي او بنبعت لشؤون المديريات على اساس نقول قلنا نعملوا ايه نصرف الاسمده ازاي. فالنهارده اتصلوا بيا قال خلي الناس دي تيجي لشؤون المديريات بوزاره الزراعه. انا هتصل يا اخ محمد عندك مشكله ثانيه؟ عايزين ناخد الكماوي من حاضر حاضر هنحل لك المشكله يا اخ محمد. يا ريت الزملاء في الاعداد لو سمحتوا هاتوا لنا الدكتور محمد يوسف أيوة. رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات. نتصل عليه دكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات نعرض عليه المشكله عشان نحلها دلوقتي ونخلص يعني. لانه يعني انا جاي في الطريق واحد برضو كلام حضرتك مقتنع بهذا الكلام باشمهندس عباطي؟ ولما انا بعت يعني احنا غاويين ندوخ الناس يا جماعه يعني ايه؟ ما هو الراجل اكيد صادق يعني لو استاذ وكيل وزاره هيطلع على المستندات ويطلع على العقود وكتار يعني مش واحد ولا اثنين. ما قلت له هيحصل زحمه عندك. انا اتصل بيا مدير عام الشؤون الزراعيه في الاداره المركزيه. انا اتصل دلوقتي بالدكتور محمد يوسف ونحل المشكله. يا ريت ضروري. ضروري احنا لان الناس دي لازم نخدمها لان البيروقراطيه في مثل هذه الامور غير مطلوبه. طيب احنا معانا على الهاتف الان الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور حسن. دكتور حامد ازي اخبارك عامل ايه؟ وحشنا يا دكتور حسن يعني. والله انت اكتر والله. طيب حضرتك احنا عاوزينك ضروري في حلقه قريبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انا هعرض على سيادتك الحقيقه مشكله جت لنا حالا دلوقتي. احنا قبل اي حاجه بس بنقول لسيادتك ان في مؤتمر التعاون الثاني للاصلاح الزراعي. ده هينعقد ان شاء الله تحت رعايه معالي الوزير في نادي الزراعيين. يوم 14/10 يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 12 الظهر ان شاء الله يا فندم. فدي دعوه للمركز الزراعيه طبعا ودعوه لسيادتك ودعوه لكل
اللي سامعين سيادتك دلوقتي. ده يشرفنا يا فندم، ان شاء الله نكون موجودين باذن الله. ونتمنى لسيادتك التوفيق دايما يا دكتور حسن. الله يخليك. احنا الحقيقه بنعهد في سيادتك حل المشاكل وبصوره سريعه، واحنا متعودين على ده الحقيقه يعني منذ سنوات. في عندنا مشكله خاصه بالمتصل، يعني كان متصل قبل كده اسمه حماده مهدي من هنا، وقال انه طبعا ما عندوش في نقص في الاسمده في جمعيه العراقي بحري في فرشوط، والاعداد اتصل بحضرتك وحضرتك قلت انه الجمعيه المركزيه ما دفعتش المديونيه للجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، لكن حضرتك هتتدخل عشان يبقى في اسمده في الجمعيه دي. اكيد طبعا ان شاء الله. لان احنا بيهمنا طبعا الارض وبيهمنا المحصول بتاع والنبات ده كائن حي، ما نقدرش نحرمه من اي حاجه يعني. بالظبط. فان شاء الله انا اتدخل ان شاء الله لحل المشكله باذن الله، بكره يكون عنده ان شاء الله الاسمده ان شاء الله. احنا يعني طبعا سعداء بهذا الحل السريع. وعلى فكره المشكله دي يا دكتور حسن متكرره، ان الجمعيات المركزيه ما بتدفعش المستحقات اللي عليها للجمعيه العامه، وبالتالي بيحصل تاخير في الاسمده. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان الفلاح ملوش ذنب، يعني هو الفلاح عاوز السماد في الاسمده طبعا في الجمعيه ملوش علاقه بقى. الجمعيه العامه ما دفعتش، الجمعيه المركزيه ما دفعتش، هو ملوش علاقه بالمشاكل دي. طبعا هي محافظه تانية بالذات حتى مع الائتمان مش مع الاصلاح بس، في مشاكل تمام يعني. حتى وانا ماسك اخر مكان في مشاكل بخصوص فلوس الاسمده برضو تقريبا، هم بيدوروها في حاجات تانية يعني. طيب وبعد كده بيسددوا ان شاء الله. لا نحل المشكله ان شاء الله. في مشكله جات لنا حالا يمكن قبل ما حضرتك تدخل معانا على الهواء من كفر الشيخ، من مواطن اسمه طلال. بيقول انه الاصلاح رابط عليه 3.5 فدان من جده. تمام. هو على ارض الواقع عنده قراط و10 اسهم، فدان و10 قراريط. تمام. فدان و10 قراريط، والاصلاح بيطالبه بحق الانتفاع بتاع ال 3.5 فدان 27، وطبعا اترفع قضيه عليهم وفي غرامه 27000 جنيه وتقريبا سنه سجن. وبيقول يا جماعه انا ما فيش تحت ايدي غير فدان و10 قراريط، هم جم منين ال 3.5 فدان؟ بيقول انا يجيبوا لي الارض وانا ادفع، لكن انا فعلا على ارض الواقع فدان و10 قراريط. المشكله ديت وصلتني يا دكتور حامد، وخدت فيها قرار على طول التفتيش العامي يشوف المساحه ويبحث المساحه ويعملوا معاينه على الطبيعه ويشوفوا هل فعلا هو وضع يده على او مأجر فدان زي ما بيقول وكسر يعني، ولا الثلاث فدانين. طيب حضرتك طب حضرتك المتصل هيجيب المستندات نوصلها لحضرتك؟ قوي تمام يا فندم، يجي لي المكتب مفتوح يجي يشرفني وهبحث مشكلته وانا قاعد واحلها له وانا قاعد ان شاء الله. ده والله لانه للاسف يا دكتور حسن طبعا هو بيقول المهندس سعيد فريخه هو اللي عمل هذا الكلام، وطبعا الراجل في سنه سجن عليهم وفي 27000 جنيه غرامه، يعني الموضوع مش سهل. لا هو اللي بيعمل الكلام ده المنطقه مش المهندس سعيد فريخه، هو اللي قال يعني هو المسؤول عن الكلام اللي قاله على الهوا. لا ما انا بقول لك هو ده مركزي، ده اجراء مركزي، وانما هو المنطقه اللي بتشوف الكلام دوت وتبعت للهيئه يعني. طيب فلو ليه حق هياخده، ما احنا مش هاخد منه حاجه زياده يعني. اكيد طبعا اكيد، ولو عليه هيدفع طبعا، ما فيش شك، وهو مستعد ما يعني ما عندوش اي مانع. لا لا انا بقول لستك التفتيش العام نازل يشوف المشكله ديت وهيبحث على الطبيعه وهيجيب التقليد دي ان شاء الله. طب احنا سعداء جدا يا دكتور حسن الحقيقه بمداخله حضرتك، وانت وحشني على المستوى الشخصي. ربنا يخليك وان شاء الله والاخ طلال ان شاء الله يوصل ويجيب لنا المستندات وابعته لحضرتك. تحياتي لدكتور حسن. واي مشكله اصلح تحت امرك يعني. بنشكرك. تحياتي للدكتور حسن. المهندس ابو عاطي صديق وكيل وزاره الزراعه في المنيا، وطبعا انا عارف ان المنيا عزيز عليك. ده استاذنا الدكتور حسن. انا عارف المنيا عزيز عليك يا دكتور حسن. اكيد طبعا. دكتور حسن ده استاذنا واخونا الكبير. الله يخليك يا ابو عاطي. دي زي الصحه يا دكتور. والمنيا بقى في رقبتك بقى يعني. ده المنيا في عينيا وقلبي من جوه. حبيبي تسلم، حبيبي تسلم، ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. يا رب يا رب. بنشكرك جدا. شكرا جزيلا. الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. احنا متعودين من الدكتور حسن على سرعه حل المشاكل، وفعلا حللنا المشاكل بسرعه. بالنسبه لحماده الاسمده هتوصل، وبالنسبة لطلال طبعا انت سمعنا دلوقتي، يا ريت توصل تدينا تليفون وتيجي بالمستندات وهتروح للدكتور حسن، والدكتور حسن وعد هيحلها لك في نفس اللحظة.
وانت قاعد هيحل لك المشكله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وهنبعت معاك مندوب من القناه، وممكن نعمل لقاء بينك وبين الدكتور حسن، علشان برضو معلش يهمنا انه المواطن يعرف ان احنا جادين في حل المشاكل، ان المسؤول جد في حل المشكله، ده مهم قوي. شكر مره تانية للدكتور حسن الفولي. باشمهندس عباطي، عندنا مشكله كبيره اللي هي التعدي على الاراضي الزراعيه. اخبار التعدي على الاراضي الزراعيه؟ هو من سعه ما طلع القانون رقم 7 لسنه 2018 قلت التعديات على الارض الزراعيه، لكن بلا شك في ناس يعني بتخالف، بمجرد ما احنا بنحس ان في حد مخالف بيتعدى على الارض الزراعيه بنتخذ جميع الاجراءات القانونيه ضده، وارسال المخالفه للوحده المحليه اذا كان في تشوين طوب او تشوين اي مواد بناء بتزال على طول، واذا كان في ازاله بتزال. نسبه التعديات ايه دلوقتي؟ لا بسيطة جدا، مش زي الأول. مجرد، وأنا الفترة اللي كنت فيها الأول كانت بمجرد ما القانون 7 لسنة 2018 الخاص اللي تعدى على الأرض الزراعية اللي هو المباني من سنة لسنتين سجن وغرامة من 100,000 ل 5,000,000 حسب المخالفة، طبعا التعديات قلت خالص. فمش زي الاول خالص. احنا نتمنى ان تبقى التعديات صفر طبعا، ده امن قومي. الارض الزراعيه ده بالزبط. يا سياده الباشا ان الارض الزراعيه دي امن قومي بالظبط، ان لم يكن قوتك من فاسك لا يكون قرارك من راسك. ما دام لازم نتصدى لاي متعدي على الارض الزراعيه بكافه المقاييس. ده مهم جدا. ده مهم جدا، لان طبعا احنا للاسف عندنا زياده سكانيه رهيبه. وبعدين انا اللي جيت في بعض المراكز في ليهم سنه ليهم شهر ونص في ما فيش ازالات، حارض على معالي المحافظ. ما فيش ازالات من شهر ونص؟ مش في بعض المراكز. مين المتسبب في ده؟ لا ما اعرفش، انا يعني انا جاي ليا شهر فبسال على الازالات المركز الفلاني، فطبعا في حاجات بتبقى دواعي امنيه وفي حاجات، لكن لازم اعرض على معالي المحافظ ان المركز ده في ما فيهوش ازالات لمده شهر او من شهر. ده انا في يوم من الايام في شهر رمضان 70 مخالفه تم ازالتها، وكنت صايم في عز، قلت مش همشي الا لما تنزل 70 مخالفه دي. والحمد لله ربنا وفقنا وشلنا جميع الازالات والتعديات في يوم واحد. في يعني شوف الواحد وهو صايم في حر الصيف وما رضيش اسيبهم. يا ريت المسؤولين يا باشمهندس عباطي عن عدم الازالات في هذه المراكز يتحاسبوا. انا هعرض، يعني ما نعديش الموضوع ده كده يعني مرور الكرام، يعني انا هعرض على معالي، لان خلاص بقى يعني وبعدين عندنا تعليمات من معالي وزير الزراعه تصدي بكافه المقاييس. طب استاذن حضرتك معانا على الهواء دلوقتي الدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات. دكتور محمد. اهلا وسهلا محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا دكتورنا الغالي، اخبارك؟ وحشنا يا دكتور محمد. يا فندم ده شرف لينا المداخله مع سعادتك يا فندم. ربنا يحفظك. احنا بس جات لنا دلوقتي مشكله على الهواء، احد المتصلين مقنن ارضه عن طريق المحافظه 5 افدنه ومعاه العقد وكل اوراقه سليمه تمام، وطبعا مش عارف ياخد الاسمده بتاعته. فطبعا انا معايا الباشمهندس عباطي الصديق وكيل وزاره الزراعه في المنيا معايا على الهواء دلوقتي، وهو سامع حضرتك. هو يا فندم احنا بس الاول حفاظا على الزراعات وحفاظا على المواطن وارضه، ده تعتبر ممتلكاته. هو في طريقين، احنا نسلك الطريق السريع النهارده بان المواطن يقدم طلب لمعالي وكيل الوزاره في المنيا، معالي وكيل الوزاره في المنيا يرفعه للجنه التنسيقيه للاسمده. ايوه، خلال اسبوع هنبعث له قرار بالصرف ان شاء الله. ده السريع حفاظا على المزروعات. ده هو يعني اجراء سريع، والمفروض انه يبقى اجراء نهائي اذا كان الباشمهندس عباطي اطلع على العقود وتاكد من سلامه الاوراق من الناس دي. لا هو عشان خاطر ما انا بقول سعادتك، الاجراء السريع اللي هو ان المهندس عباطي ياخد الطلب وياخد الاجراءات ويبعت لنا في اللجنه التنسيقيه نديله راي عشان نحمي الزملاء في المنيا، لان في مساءلات بعد كده. لكن هو الاجراء اللي هو طويل الامد ان الاخ
صاحب الارض المزارع يتقدم لاقرب جمعيه ليه بانه يعمل يسجل الحيازه بتاعته في يعمل حيازه في اقرب جمعيه ليه ويبقى عضو زي باقي الاعضاء في الجمعيه ويتم الصرف ليه من خلال الطرق الشرعيه والقانونيه اللي اقرها القانون وقررها وانضبطها. ده كلام محترم يا دكتور محمد، يعني حضرتك ما انتش عاوز الناس دي تجي لك هنا القاهره ومعاهم العود. لا يا فندم، لا هو يقدم الورق. طيب الباشمهندس ابو عاطي بس عاوز يستفسر عن حاجه. يا دكتور زي الصحه. يا فندم ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. النهارده الساعه 4 كان جاني اتصال من الباشمهندس ابو بكر مدير عام الشؤون الزراعيه عند حضرتك وقال لي بالنسبه للطلبات اللي واخدين عقود من المحافظه املاك دوله، فقال لي بعتهم ومعاهم العقود للاداره المركزيه لشؤون المديريات عشان نطلع على العقود وعلى البطايق الحيازات على اساس يتم العرض على اللجنه التنسيقيه. فبقول له يعني ده هم عدد مش ينفع مش يعني يا دكتور محمد ينفع يعني نشحطة الناس ونجيبها من المنيا؟ الكلام ده وانا جاي من المنيا للقاهره في الطريق اتصل بي. يا فندم هو الزميل اللي قال كده بيبتغي الدقه عشان ما يحصلش ان ايه يتم استيلاء على الدعم لغير مستحقين. انا معاك يا دكتور محمد، لكن يا معالي الدكتور المحترم، تسهيلا على المواطنين اللي وكيل الوزارة الموجود في المديرية يتأكد من صحة العقود. هو ده اللي أنا عاوزه بس. خلصت صورة طبق الأصل. أنا خلصت متأكد هو على مسؤوليته ويبعث لنا صورة طبق الأصل وأنا هخلي الشؤون الزراعية والخدمات الزراعية على طريقه وإحنا هننفذ يا فندم بسرعة كإجراء وقائي، لكن الإجراء الصح إنه يضم أقرب جمعية تابعة ليها الأراضي المستصلة. أنا بشكرك يا دكتور محمد على فكرة، وهو ده الحل اللي أنا قلته، الحل الطبيعي المنطقي إن المواطن يتقدم لوكيل الوزارة اللي هو بيمثل وزير الزراعة في المحافظة ويتأكد من سلامة المستندات ويعمل مذكرة لحضرتك وتعرض على اللجنة التنسيقية والمواطن يصرف الأسمدة. يا فندم احنا برضه بنتلقى الشكاوي عن طريق الفاكس وعن طريق بوابة الشكاوي الحكومية وبيتم التعامل معاها وتحويلها للمديرية والإجراءات كلها بتتم تسهيلا على المواطن، لكن احنا برضه لازم ناخد بالنا ان في بعض الحالات بيبقى تعدي على المال العام. بعد إذنك يا دكتور طبعا. محمد اتفضل. انا طبعا بالنسبة للعقود والأوراق الخاصة بالمزارعين واللي حاصلين على عقود تمليك من المحافظة هعرض الموضوع على الشؤون الزراعية والخدمات الزراعية تشوف العقود وصحتها وهكتب لك مذكره بالمزارعين دول على اساس يتم اتخاذه العرض على اللجنه التنسيقيه للاسمده في الوزاره. تمام يا فندم تمام، واعمل له معاينه بالمره عشان ومعاينه. تمام يا دكتور محمد، عشان سرعه الاجراء وحفاظنا على الزراعه. بشكرك حق المواطن. بشكرك جدا يا دكتور محمد. دكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات، هو ده المسؤول اللي حاسس بمعاناه الناس. بشكرك جدا يا دكتور محمد، وهو ده الحل المنطقي صح؟ نريح الناس اللي احنا قلناه. لازم نريح الناس. اطمن يا اخ محمد اللي هو طبعا اتصل، بنطمنك واكيد انت متابع وسمعت الرد من المسؤول الدكتور محمد يوسف. طيب انا عاوز حضرتك تطمني على المبيدات في المنيا سريعا. تمام. المنيا بالنسبه للمبيدات انا بمجرد ما جيت جبت مدير عام المكافحة بقول له لا يتم التعامل مع المبيدات إلا عن طريق الجمعية العامة والإدارة المركزية للمكافحة على أساس يكون المصدر سليم. وبالنسبة لمبيدات الجمعية العامة والإدارة المركزية للمكافحة هو المصدر السليم للمبيدات، لكن بالنسبة لأي شركات ده بتبقى مثلا تتعامل برا عن طريق المحلات المرخصة. ويتم بالنسبة للضبطيات والمبيدات المغشوشة والمهربة ايه الاخبار؟ لا طبعا ناوي ان شاء الله انزل جهاز الرقابة على المبيدات بالنسبة للمحلات على الرقابة على المبيدات المغشوشة. انا لسه شهر دكتور. انا معاك بس حضرتك لكن وكنت من ضمن الملفات، لانه الملف بتاع المبيدات من ضمن الملفات اللي قدامي مفتوحه. بالظبط ومطبق يعني المبيدات يعني حضرتك عندك فكره ايه الاخبار؟ نعم مطبق المبيدات في كذا دوره لمطبق المبيدات والحصول على شهاده، ودي بتنفعه بعدين للتعامل
مع المبيدات وشهادة الصلاحية والمنتج ده خاضع لوزارة الزراعة ولا مش خاضع، فمن ضمن مطبق المبيدات ده مهم جدا في كذا دور. باشمهندس عبد العاطي، هل حضرتك وضع آلية محددة أو معينة لحل مشاكل المزارعين في المنيا؟ طبعا. عبارة عن إيه؟ بالنسبة الآلية أنا مكتب مفتوح كل يوم في الليل قبل النهار. أنا بروح المديرية الساعة 8 بمشي الساعة 5 أرتاح ساعتين في الاستراعة أرجع المديرية ثاني من 7 ل10 أو 11 في الليل. فأنا مكتبي مفتوح، أي مشكلة بمجرد ما يجيني لابد أنا أحاول بشتى الطرق أتواصل مع المزارع بيكون عنده، أتواصل مع مدير الإدارة الزراعية، مع إذا كان مشرف زراعي لابد مشكلة المزارع بنحاول لابد. ما احنا عاوزين برضو يكون في تعليمات واضحة لمدير الإدارات الزراعية يبقى عندهم نفس النهج. أو وأنا جاي في الطريق من الصهاج للمنيا أول يوم اجتمعت بجميع مديرين العموم ومدير الإدارات على مستوى المحافظة بحل مشاكل المزارعين. ده المبدأ الأول بتاعي، إن ما فيش مشكلة الصعاد أو ما فيش مشكلة لازم تتحل، لكن في بعض المشاكل بتعوز وقت على أساس في ورق في مش كل المشاكل هتحل في نفس اليوم، فبالتأكيد لازم نقف على حل مشكلة المزارع. دي المبدأ بتاعنا. مش عيب ان الواحد يكون خدام للعمله او لوطنه او للمواطن اللي يدخل عنده. مش الاهم شيء حل مشاكل المزارعين وعدم تصعيده. ده مهم المبدا بتاعنا. على فكره حل مشكله المواطن عامل رئيسي بخلق روح الانتماء لهذا الوطن على فكره، لان المواطن لما بيلاقي بيبقى عنده مشكله يا دكتور. والمسؤول ما بيحلش وبيبقى والمشاكل بتتراكم المواطن بيحس يعني بكده بغصه يعني انت ازاي يعني انا المسؤول ليه كده يعني مستهتر بيا ما ينفعش. انا مبدأي بقول له انا خادم ليك، وبعدين بيبقى عليه يعني بيبقى ساخط على 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 كل شيء وعلى طبعا المسؤولين طبعا. وعلى الوزير وعلى القياده السياسيه، والسبب في كده ممكن يكون مدير اداره زراعيه ورئيس جمعيه او مدير جمعيه او مدير جمعيه او حتى وكيل وزاره غير متعاون. صح. ما بيحلش مشاكل الناس. صح. يكون هو السبب. صح. ويعمل سخط عام لدى المواطن على كل المسؤولين في الدوله. علشان كده حل مشكلة المواطن يا جماعة مهمة جدا جدا لخلق روح الانتماء لهذا الوطن. أنا مبدأ في حياتي يا دكتور بقول له أنا خادم لكل واحد يدخل عندي. معنى خادم حل لازم أحل له مشكلته. تمام. وده مش ده أنا لما أكون خادم لوطني والخادم اللي يجي أنا بحل مشكلته ده تشفق راسي. الحقيقة احنا يعني سعداء جدا بلقائك باشمهندس عبد العاطي، بنهنيك مرة تانية لعودتك كوكيل وزارة المنيا، ونتمنى لسيادتك التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله يكون لنا لقاءات بقى قادمة يعني بعد فترة ويكون في اخبار ساره موجوده في محافظه المنيا. في نهايه هذه الفقره اعزائي المشاهدين لا يسعني ان اتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس عبد العاطي صديق الخطيب وكيل وزاره الزراعه بالمنيا. بشكرك جدا باشمهندس عبد العاطي. شكرا. فاصل قصير وهنشوف مع بعض تقرير خاص بالمدارس الحقليه للتين الشوكي، واستقبل ضيفي في الفقره الثانيه الدكتور عماد نجم مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه. بالنسبة للمدرسة الحقلية اللي احنا فيها النهاردة، هي المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول التين الشوكي، وطبعا ده يعتبر محصول واعد ومستقبله كويس، يبقى ليه يعني دخل كويس للمزارع، خاصة ان هو تكلفة الانتاج بتاعته قليلة من حيث المستلزمات الانتاج، المعدلات السمادية، كميات مياه الري اللي بياخدها، كمان هو بيصلح في الاراضي الاستصلاح الجديدة، بجانب ان هو بتحمل درجات حرارة يعني ممكن تكون عالية شوية، المناطق الجافة، الاراضي اللي هي اللي فيها يعني مشاكل، ممكن التين الشوكي كمحصول من محاصيل الفاكهة يتحمل عن غيره من المحاصيل الفاكهة الاخرى. والله هي فلسفة المدارس الحقلية في الأساس قايمة على معايشة الخبير العلمي مع المزارع.
والفئة المستهدفة هي صغار المزارعين، بهدف أن ننمي قدراتهم عشان ياخدوا قرارات صح في وقت صح علشان يحصلوا على منتج يجيب له دخل مناسب بأقل تكلفة مع مراعاة البعد البيئي وسلامة الغذاء في المنتج اللي ناتج ده. طبعا استفدنا بالنسبة للسادة الدكاترة اللي موجودين طبعا عندهم خبرة، استفدنا منهم بالنسبة لخبرتهم مثلا بالنسبة للأمراض، بالنسبة للزراعة، بالنسبة للحياة دي كلها استفدنا من السادة الدكاترة. يعني المدرسة بتديني كيفية ان انا ادي انتاج عالي، اهتم بزرعي، اي امراض تحصل عندي. طبعا انا كلام يحصل عندي توالف في الاول لان انا ما كنتش فاهم، ما كنتش عارف يعني ممكن يحصل عندي حاجه في الزرعه ما كنتش عارف. او انا دلوقتي ان انا خدت اوان ان انا ازرع ازاي وان انا اطلع كيف محصولي وان انا اظبط في ان انا عايز تسميد في الوقت الفلاني اديه، عايز شغل في الوقت الفلاني الزرع بتاعي دي، عايز رش هديه. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وهنتكلم في الفقرة الثانية من هذه الحلقة عن المدارس الحقلية كأحد العناصر المهمة للإرشاد الزراعي. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور عماد نجم مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي. برحب بحضرتك دكتور عماد. ألف شكر يا فندم. يعني اسمح لي وبضيوفك وحضرتك برحب بيك. اسمح لي قبل ما نبدأ المحاور نطلع ناخد أو نشوف هذا التقرير الخاص بالزيتون ونرجع لحضرتك مرة تانية. تفضل. المدرسة ديت معالي وزير الزراعة مهتم جدا بأن يكون المدارس العقلية في المناطق للاستصلاح الحقيقية، هو رئيس المركز وأستاذنا الدكتور عادل العظيم وكيل المركز إرشاد، لأن بيقول لازم نروح للمزارعين في أماكن الاستصلاح ونكون قريبين منهم وننقل الأبحاث التطبيقية بتاعتنا لهم بحيث ان احنا نوفر عليهم كتير. المزارع هنا الزراعة عندنا هنا بدائية كلها، تمام. المزارع بدأ دلوقتي بياخد خطوات من الدكتور بالنسبة من بداية الزراعة والتسميد لحد جني المحصول. الفرق الاقتصادي ان الاول انا المحصول بدأ يزيد معايا وبدأ يعني الشجر يديني نمو خضري احسن، لان كان عندي نواشف في الشجر كتير وبدأ الشجر يعني يتفاعل معانا، والمحصول ان شاء الله لسه على السنة الجديدة ان شاء الله. ده يكفي ان احنا اتعلمنا الطرق بتاعت الزراعة بتاعته السليم. احنا كنا بنشتغل زراعة بدائية الاول، فحاليا الحمد لله عرفنا الطرق العلمية، طرق التسميد، الأصناف اللي تنزرع والأصناف اللي تجود في المكان، فاستفدنا منها الحمد لله. المدرسة الحقلية بأمانة مدرسة ممتازة، بتبدأ من الحصة الأولى أو من الصفر، من ساحة من الصفر، من بداية الصفر، لكي يستفيد كل مزارع من هذه الخطوات السمينة. أولا اتعلمنا كيفية الإعداد للزراعات المثمرة دي، وهي شجرة مباركة. قاعد في المدرسة حاليا بنتعلم زراعة الزيتون وكيفية زراعته. اتعلمت من المدرسة أبعاد الصغر الزيتون وكيفية تخطيطه وتجهيز الحفرة اللي هتحط فيها الصغر من سماد بلدي وأسمدة ومركزات، وأبعاد الصغر وجميع الأصناف. تعلمنا الأصناف الحل اللي تناسب الجو والأصناف اللي ما تناسبش المناخ عندنا، فاخترنا الأصناف الاقتصادية اللي تناسب عشان تحقق أعلى دخل لجميع المزارعين. واحنا بنتعلم في المدرسة هنا عشان احنا نكون كمناديب للمدرسة نعلم المزارعين المجاورين لنا في المنطقة. الحقيقة تقرير رائع، وانا بشكر فريق العمل اللي عمل هذا التقرير.
واضح جدا اهتمام المزارعين وساعدتهم بالمدارس الحقليه. الحمد لله. وطبعا حضرتك كنت موجود في الندوه دي، يا ريت نتكلم بالتفصيل اكتر عن هذه الندوه بالذات. تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد جدا بوجودي مره تانية مع حضرتك يا دكتور حامد، وسعيد اكتر بان القناه مسلطه كل الضوء على الشغل بتاع اللي بيهم المزارع واللي بيروح بشكل اساسي، لان معالي الوزير لما كنا تقابلنا المره الفاتت وقلنا ان احنا عايزين ننقل الانشطه بتاعتنا الى المزارع بشكل مباشر زي ما حضرتك بتعمل حلول للمشاكل لمشاكل المزارعين بشكل مباشر، قلنا برضو الانشطه الارشاديه لازم أن تروح للمزارعين. فكان مشروع سيل اللي شغال في 5 مناطق استصلاح، الـ5 مناطق استصلاح اللي هم غرب الفاشن وغرب صمدلوط في المنيا والجزء الخاص باسوان في وادي النقره ووادي الصعيده، وده ان شاء الله برضه هندي حضرتك لتصويره بجانب منطقه مطوبس في كفر الشيخ. الجزء اللي حضرتك صورته ده دلوقتي في التقرير كان في منطقه الزيتون في منطقه غرب صمدلوط في المنيا. ايه اللي خلانا نروح للمناطق دي؟ بمنتهى البساطه منهج المدارس الحقليه ده منهج تعليمي مباشر جدا، بنتعلم احنا والمزارعين. حتى انا في اللقاء ده قلت لهم قد ما الخبير بيجي ينقل لكم خبرته قد ما انتم بتعلموه حاجات كتيره جدا اللي هي الخبرات التقليديه طبعا. فابتدى التناغم والتواصل بين الخبير الارشادي وبين او الخبير الفني اللي بنجيبه مع الخبير الارشادي مع المزارعين يعمل الرد فعل الجميل اللي حضرتك انبسطت مثلا من تعبير مزارع اننا ابتدينا نتعلم من الصفر. فالتعلم ده هو اللي مقصود بيه ان انا اوصل كل التكنولوجيا اللي موجوده في مراكز البحثيه اللي احنا عندنا معاناه كبيره جدا في حجمها الكبير وبين التطبيق في منطقه الواقع. طب ايه الابروتش اللي يسهل لي الدخول ده؟ ان انا اقعد مع المزارع، اجيب الخبير من مركز بحوث زراعيه يقعد مع المزارع بجانب الخبير الارشادي عشان نبسط المعلومه توصل للمزارع بشكل مباشر. زراع الزيتون كان عندهم مشاكل كتير جدا جدا في الزراعه والاصنافي. جبنا من هو متخصص في محصول الزيتون يقعد معهم، وهو كان الدكتور عبد العزيز مثلا، بناء على تعليمات من الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المعهد لشؤون الارشاد ان احنا نبتدي نوسع شويه الانشطه، نروح احنا للناس ما نستنهمش يسالوا او يعملوا. معالي الدكتور محمد سليمان كان مؤكد تماما على ربط البحث بالارشاد، اما معالي الوزير وحضرتك كنت تشهد هذا بيقول لا يوجد حد يشتغل بعيد او بمنأى عن المزارع والا الوزاره تفقد دورها. حصل ده حتى في لقائنا لما كنا موجودين مع حضرتك في القناه. اذا اصبح المداخل المدخل الخاص بالمدارس الحقليه ابسط طريقه وافضلها. طب نقدر نتحرك ازاي؟ اتحركنا من خلال التعاقد مع مشروع التنميه الزراعيه المستدامه اللي هو سيل، ان احنا نبتدي ننفذ 30 مدرسه في الـ5 مناطق بتاع المشروع اللي حضراتكم صورتوا منهم، والدعوه لازالت مستمره للتصوير كل المدارس في الوقت ده. فابتدوا هم ينبسطوا كده، حتى جه الافاده اللي لسه كان معالي الوزير مع رئيسها الفتره اللي فاتت، الخبراء جم بيشوفوا لقوا المدارس موجوده زي ما حضرتك شفت، لقوا المزارعين مبسوطين جدا، لقوا اهتمامنا بالوعي والتغير المناخي وتاثيره على المحاصيل. ما هو دي نقطه مهمه جدا، ان المزارعين ما كانوش حاسين يا دكتور حامد بان ده ممكن ياثر على محصولهم. فابتدى هو يحس الحراره تزيد، طب انا اعمل ايه؟ فابتدى يلاقي ده عند مين؟ عند الخبير الفني. طب انا اعمل ايه لما يحصل كذا؟ الوعي والترابط والتواصل اللي حصل بين الخبير وبين المزارع خلق الحاله الجميله اللي حضرتك شفتها في التقرير اللي فاتت ده. طلبوا ابتدوا هم يطلبوا مننا اكتر من كده كمان، يعرفوا اكتر، يسالوا عن حاجات اكتر، يروحوا يعملوا ايه. حتى مثلا الناس اللي اشتكت في ما يتعلق بالتسويق، طب ايه الحل اللي عندنا نقدر نعمله؟ كلمنا ان ممكن نعمل جمعيه تسويقيه تعاونيه بين طيب المزيد. خلينا نعرف بس المشاهد يعني ايه مدرسه حقليه، بس ناخد في البدايه عبد الله من الغربيه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور اهلا وسهلا. استاذ اتفضل. والنبي المشكله يا حاج عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون عشان الوقت. عندنا انا من نهر مركز تمنون مديريه طنطا غربيه. عندنا درع الاهالي اتردمت خالص وعليها مشاكل وعليها ثمن متهدان وبتتراوي بالدم. دي ترعه رئيسيه ولا فرعيه؟ هي ترعه اهالي يا باشي، مش ترعه في الدرع اللي تبع الري بتتفحص، والدرع بتاعتنا اللي هي تبع الاهالي اللي عليها ثمن متهدان دي تبع اهالي. ما عادش فيها قرات. يعني دي تخص الزراعه. ايوه يا باشا. دي تخص الزراعه الترعه دي. طيب حضرتك سيب بياناتك وهنتواصل مع المسؤولين. حاضر. في مشكله تاني؟ حاضر. ما انا قلت لحضرتك. حاضر يا حاج عبد الله. حاضر، سيب بياناتك وهنتواصل مع المسؤول عن المشكله دي. بشكرك.
ما هي طيب معانا محمد من الشرقية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ أهلا وسهلا. حضرتك دلوقتي احنا عايزين بس اتكلم مع حضرتك على موضوع الجمح، وبالنسبة للنوعية في كل مكان احنا عند دلوقتي بجرح طريق ان في مناقصات، ان احنا عايزين شركات للاستيراد. احنا بلد منتجة، بلد زراعية، يعني الحمد لله المفروض يبقى عندنا فائض من الجمح. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة اخي محمد؟ المشكلة بس. السنة اللي فاتت حضرتك في اصناف نزلت عند نواجه بحري في الشرقية فوت مع عامة، نزل جميزة 11 والجميزة 11 دي انطبت بالصدى، فاحنا مش عاوزين نرجع في الموضوع دي تاني. ده عاوزين نتكلم في الحقيقة. احنا عاوزين نقول للوجه بحري ازرع صنف كذا، وجه جبلي ازرع صنف كذا. ما هو ده موجود يا اخي محمد، ما هو في خريطة صنفية، في اصناف في وجه بحري واصناف في وجه ابلي، لكن المزارع لازم يكون عينه على الحقل بتاعه بصفة مستمرة بحيث لما يظهر اي صدى يبلغنا. طب ما هو حضرتك في اصناف مقاومة للصدى في كل مكان يا فندم. يعني كل الاصناف الموجودة حاليا في الجمعيات سواء كان في وجه بحري او وجه قبلي طبعا اصناف مقاومة للصدى وانتاجيتها عالية. بالضبط كده حضرتك، دي اللي انا اقصده، اللي انا اقصده ان شاء الله ان شاء الله هتلاقيه موجود يبقى منتج. ثاني حاجه بالنسبه للاسعار المبيدات، احنا عايزين نعرف سعر المبيد بحيث ان هو التاجر ما يتحركش بينا المكان اللي احنا بنتعامل معاه، يبقى سعر المنتج معروف عليه. طيب الشيء يبقى طالع من الوزاره 100 جنيه مثلا، ناخده ب 105 مش مشكله. في حاضر يا حاج محمد، حاضر، بس بعد اذنك بالنسبه لاسعار المبيدات الوزاره ما لهاش علاقه بيها، لان الوزاره لا تنتج مبيدات، المبيدات بتنتجها شركات خاصه، وطبعا المبيدات اصنافها كتيره جدا واسمائها التجاريه كتيره جدا، وطبعا كل شركه ليها اسعار، لكن مهم انك انت بس تشتري المبيد من المصدر الموثوق منه. بشكرك يا اخي محمد. نرجع للمدارس الحقليه، ما هي المدارس الحقليه؟ لو قلنا التعريف البسيط خالص عشان نسهل لكل مشاهدينك، هو نشاط ارشادي ومدخل للتواصل مع المزارع من خلال خبير له معرفة تامة بالمحصول الذي تهتم به هذه المدرسة. بمنتهى البساطة كده بجيب أستاذ أو راجل عارف كويس جدا المحصول اللي بيزرعه المزارع، بنقعد في اجتماع، الاجتماع ده بشكل أسبوعي بيجي الخبير يقعد معاه عشان يتنوا ماشي مع مواسم المحصول من بداية الزراعة إلى نهايتها، بيتنوا معاه في كل مرحلة من المراحل دي من خلال احنا بنسميها لقاءات، اكتر ما انا بحب اسميها حصص، يعني اذا كانت حتى على انها مدرسة لكنها لقاءات بتتم. هو المزارع قال التعبير ده فعلا بالظبط كده، من اول حصة هو سماها على اساس ان كانت في البداية احنا بنعرفهم ان المفهوم ده مفهوم عام للمدرسة اسمه مدرسة حقلية. حتى انا اصريت في احد اللقاءات، يمكن ان شاء الله تبقى مع حضرتك، ان نسميها حلقة تواصل او لقاء معرفة وتعارف. ده اللي بنخليه ليه؟ لان احنا بنتبادل في اللقاءات، اما الاساس منها حس عشان المفهوم ده مفهوم علمي وعالمي ما نقدرش نغيره، اللي هو الفيلد فارمر سكول. ده اساس احنا الفارمر فيلد سكول ده مش اختراع، ده موجود على مستوى دول كتير جدا، الفاو جربته وهيئة زي الإفاد استخدمته في كل المشروعات، لانه لقوا انه الطريق الاسهل يا دكتور حامد للوصول للمزارع وعدم وجود زي ما احنا بنقول ايه مسافة بين المبتكر وسط بس. لا أنا الجميل اللي لفت نظري يا دكتور عماد انه في هذه المدرسة اللي احنا شفناها دلوقتي في التقرير في قيادات من المركز موجودة، يعني حضرتك موجود كمدير معهد الارشاد، في الدكتور سامي وكيل مركز للانتاج، في الدكتور عبد العزيز الطويل وكيل معهد البساتين عشان يتكلم على المحصول، في الدكتور احمد رزق واعتقد ان هو المسؤول عن المدارس الحقلية او مشرف مع حضرتك. يعني المزارع لما يلاقي القيادات دي موجودة عنده في الغيط وقاعدين على الأرض وبيكلموه، أعتقد ديت ليها معنى كبير جدا. هو ده بالظبط اللي حضرتك أثرته. يمكن حضرتك لاحظت النقطة المهمة جدا عند المزارع، ابتدى المزارع يقول احنا حسينا بالاهتمام بينا. الإحساس بالاهتمام مع وصول معلومة مع تركيز، يعني ما يجي معنا الدكتور سامي درويش وهو وكيل المركز شؤون الانتاج ويسأل عن المشكلات الانتاجيه، المعلومات اللي عندكم بتوصل لكم ازاي، النقطه هل عندكم اي مشكله، ادت قد ايه بعد غير عادي بالنسبه لنا احنا حتى واحنا بنتعامل معهم بعد كده. النقطه الجوهريه دي في تواصل القيادات مع المزارعين بشكل مباشر مع التواصل العلمي يا دكتور حامد عملت فرق كبير جدا في اقتناع المزارعين. يعني كان الاول الناحيه الارشاديه دايما بتغيب لعدم الدعم، لا لقينا الدعم من اول معالي الوزير
الدكتور محمد سليمان، الدكتور عادل عبد العظيم، الدكتور سامي نفسه بتواجده موجود معانا، فرق جو جميل جدا لقبول الناس عندنا بالزبط. القاعده هنا بقت موجوده. دكتور عبد العزيز الطويل، الدكتور عبد العزيز الطويل بقى كل الناس حباه هناك لان هو المسؤول عن المدرسه كمان يعني. فاحد اللقاءات بقول لهم ما تسيبوش الدكتور عبد العزيز غير لما عصروه زي الزيتون، فضحكوا جدا يعني ليه يا دكتور عماد؟ قلت لانه عنده معلومات يجب ان تستغله الخبير في انك تاخده كل المعلومات اللي عنده. لا هو طاقه كبيره الحقيقه، طاقه بالظبط كده. فاحنا حتى انا لا اخفي على حضرتك 30 مدرسه اللي بننفذهم كمعهد بحوث الارشاد الزراعي ومسؤول عنهم مستعينين بكل الطاقات البحثيه اللي تعتبر رموز. تمام. هل احد المزارعين قال احنا بنهيئ ان احنا نبقى يعني مرشدين للمزارعين؟ هل ليها صفات معينه المدرسه الحقليه؟ ليها صفات معينه، ليها عدد معين من المزارعين؟ هل انا بختار المزارعين دول بيبقى ليهم سمات معينه ولا ازاي يا فندم؟ كان حضرتك بتختار معانا او دي المواصفات بالفعل، بمعنى ان انا عندي اللي بيبقى في المدرسه بتاعتي 20 من 20 مزارع الى 25 مزارع، ده الشروط بتاعتها. ليه؟ كل ما قل زي بالظبط الكثافه التعليميه، فانا كل ما بزيد عدد الطلبه عندي في الفصل مثلا بيقل بالظبط. فانا عندي 20 الى 25 مزارع، مش هم دول حجم المزارعين اللي في القريه اللي كنا فيها، لكن هم بيمثلوا لي حلقه الايه الوصل بعد كده زي ما اتكلمنا عن الارشاد، بيبقوا هم النقطه اللي بتنشر لي المعلومه الصحيحه لانهم حضروا. طيب ليه بنستخدم ده؟ لان انا بقول عندي 20 عشان ازود الاستيعاب. ليه مكان في قلب حقل؟ لان برضو هنا المدرسه ترتبط بمين، ان انا مش بس مجرد الجزء النظري اللي بيشرحه ده، بننزل حقل نطبق بالفعل زي ما حضرتك شفت التقرير بتاع تيني الشوكي. نقول لهم طب المشكله دي ايه؟ طب احد المزارعين كنا بنشتغل في مدرسه عن الطماطم، المزارع سالناه ايه ده في المدرسه، فالخبير بيقول له صنف، قال له لا دي اصابه كذا، قال له ايه رايك بقى ان دي غلط، دي مش حاجه كده، قال له ده كلنا عارفينها مثلا ان دي اصابه المسمار. قعدنا بقى اكتر من ساعه ونص نشرح ان دي غير دي. فابتدت الناس اللقاءات اللي بتتم دي بشكل تواصلي ده والشروط اللي احنا حاطينها للمدرسه ابتدت تدي حاجه جميله جدا للمزارع في التواصل. عنصر التواصل ده وعنصر الشروط اللي موجوده ان يبقى مكان في قلب الارض، ما نقعدهمش حضرتك في مكان نقعد، حتى لو اضطرينا قبل ما ننشئ المدرسه نضطر نقعد في جماعه عشان نعمل لقاء، لكن ننزل بيهم على الغيط. دي كلها طرق ووسائل ان احنا نقول بيها والله هنعمل ايه مع المزارع. هنا القضيه احسن حاجه المزارع انك تروح مكانه المكان بتاعه يا دكتور حامد اللي بيزرع فيه، اما تروح له مكانه هيقتنع وبيبتدي يا فندم يوري حضرتك يعني التقرير بتاع التين الشوكي، يوري حضرتك الاصابه على التين. هنا مسك كل واحد مسك، طب احنا نعمل ايه في الحاله دي؟ طب دي ثمره كبيره، دي ثمره، يبتدي ياخد الخبير معاه لمين لسكه التنفيذ والتطبيق، اعملها ازاي. دي هي النقطه الجميله في المواصفات بتاع المدرسه. يبقى عدد محدود من المزارعين هم وسيله الانتقال، الاسلوب اللي بنستخدمه معاهم، حتى الصور يا فندم بنجيب صور نوريها لهم بيفور وافتر، نبتدي نشتغل معاهم بكل السبل عشان المعلومه بالتعبير بتاعنا تتثبت جوه ذهنه، فبيبقى هو مبسوط جدا بيها، بيبقى فرحان. هل في متابعه لمثل هذه المدارس بعد كده؟ يعني حضرتك دربت 25 مزارع، المفروض ال 25 مزارع دول بيتواصلوا مع المزارعين الاخرين، هل في متابعه معاهم بعد كده ولا الموضوع بينتهي؟ بينتهي، لا لا لا، ما هو طبعا ما بينتهيش، لان في حاجه ما يعرف، احنا بنقيم اثر هذه المدارس الحقليه. أيوة. يعني احنا عندنا في المعهد في جزء كبير جدا جدا من الدراسات بيقوم على تقييم اثر المدارس الحقليه. هل اتغيرت معارف المزارعين، غيرت مهاراتهم زي ما اكلم حضرتك عن التسميد وعن الجزء بتاع المسافات، اتغيرت عندهم المعارف والمعلومات والمهارات، ابتدوا يزيد عندهم الوعي اللي مرتبط بالمحصول حتى في جانب التسويق، يبتدي يحط المواصفات، لا يختار، لا يعمل ده، كل الجوانب دي. احنا بعد ما بنخلص من المدرسه اللي هي قد تستمر لمده مثلا 3 شهور او 4 شهور حسب المحصول، نبتدي بعد كده نعمل تقييم ليها. التقييم ده داخل شغل اساسي من انشطه المعهد عندي، كبرامج وكطرق وكاساليب، حتى نفسهم الخبراء اللي موجودين ممكن نشوف اثر الخبير نفسه عمل ايه، هل ده ادى فعلا فيدباك ولا ده اثناء المتابعه كمان، ده انا بتابع مع المزارع وانا موجود، ايه رايه، ايه وجهه نظره، قدر يستفيد وما استفادش. دي بتدينا فرق كبير جدا جدا اثناء التنفيذ وبعد التنفيذ، لان انت عارف حركه مراحل التقييم حتى من اول بدايه التنفيذ الى بالزبط. ما بعد انتهاء ان شاء الله. طبعا طبعا. هل المدارس الحقليه يتم تطبيقها في جميع المحافظات؟ لا، احنا بالنسبه وعلى جميع المحاصيل. المدارس الحقليه كمنهج فيما يتعلق باللي انا بكلم حضرتك عليه ده جزء خاص بمناطق الاستصلاح اللي بيشتغل فيها مشروع سل. حضرتك طبعا يعني تعرف مشروع سل قد ايه هو مهتم جدا بالمناطق المستصلحه، فعنده 5 مناطق زي ما قلت لحضرتك، 5 مناطق دي فيهم يعني اكتر حوالي 15 قريه، ال 15 قريه دول انا مش خبي على حضرتك، هم لما جم لقوا المدارس حققت اللي حضرتك شفته في التقرير ده،
هيئة الإفاد نفسها والناس اللي بتوع وفد الإفاد وما جاي زورنا قالوا إذا كنتوا هتنفذوا بالطريقة دي هل تقدروا تعملوا لنا مدارس تانية في نفس القرى؟ احنا عايزين القرى دي تستفيد بكل محصول. انت عارف حضرتك الدورة الزراعية في كل قرية ممكن تزرع محصولين وتلاتة. فقالوا لا طب ليه نوقف على محصول واحد؟ يعني مثلا انا عندي محصول زي الطماطم ممكن يبقى يجي بعده محصول تاني بصل او اي محاصيل تيجي متتاليه اعملوا لنا فيها مدارس، لانه لقوا الفيدباك زي ما بقول لحضرتك يا دكتور حامد. زي مثلا اجي اقول الفيدباك على برنامج الدكتور حامد عدد المشاهدين بتوعه كبار جدا، يبقى ركزوا على انكم توصلوا المعلومات من خلال الدكتور حامد. هو دي نفس الفكره، لقوا ان الاسلوب ده بيلائم الناس اللي هناك ومبسوطين بيه جدا وسعداء ان الناس بتجي لهم وبتقعد معاهم وما بيروحوش هم لحد ولا بيجوا ولا بيسالوا، لا ده المعلومه كلها بتجي له منين؟ من الموجود. فهيئه الافاد طلبت مننا على طول مباشره ان الافاد ان تقدروا تنفذوا لا، ده اللي يؤكد نجاح اللي حضرتك بتسالني عليه في التقييم، يؤكد نجاح المعهد في تنظيم المدارس دي، ويؤكد كمان ان احنا محتاجين استخدام الابروتش ده في كل المناطق. لكن انا ما بخبيش على حضرتك اكمنه مرتبط بالمشروع فهو ارتبط بمين؟ بمناطق تنفيذه بس. لكن بنرجو وانا بقول دلوقتي على اتم استعداد كمعهد بحوث الارشاد الزراعي ان المنهج ده يطبق في كل المحافظات حسب كل محصول بيتزرع فيها، لانه هيفيدنا كتير على فكره جدا. في كل المحافظات وعلى جميع المحاصيل. انا ايه المشكله وانا المشروع دوت افرض المشروع هينتهي يعني وبعدين مصير المدارس الحقليه ايه؟ يعني بعد ان ينتهي المشروع، لان احنا مشكلتنا في مصر دكتور عماد وحضرتك عارف انه يعني المشروع موجود احنا شغالين. وعلى فكره المشاريع دي الهدف منها ان هي بتعمل اساس للعمل، يعني المشروع بعد ما ينتهي المفروض انا استمر، لكن احنا هنا المشروع ينتهي خلاص الدنيا تقف انتهى النشاط. يا فندم ده دلوقتي انا مش خبي على حضرتك، انت عارف حضرتك قلت نقطه جميله جدا. تعرف حضرتك دلوقتي انا في لجنه تقييم المشروعات، لجنه تقييم المشروعات اول عنصر فيها استدامه المشروع بعد انتهاء التمويل. ما فيش حاجه اسمها المشروع انتهى يبقى انتهى بعد التمويل. هو ده اللي كان بيحصل، هو اللي كان انا باكد على حضرتك ان فعلا ده اللي كان بيحصل. احنا دلوقتي لا بنقول هنيجي نرفع تقرير مثلا لمعالي الوزير، لان معالي الوزير محتاج مننا تقرير عن كل نشاط دلوقتي وحضرتك عارف الكلام ده. كل نشاط بيتم بيحتاج ليه تقرير بيقدم الاول للدكتور عادل عبد العظيم ثم للدكتور محمد سليمان ثم لمعالي الوزير. التقارير دي بتفود على طول المتابعه ايه هنا انا هروح عملت ايه. اول ما بيجي يقول والله النموذج ده نجح نبتدي حضرتك نعمله ايه؟ نطبقه في اكتر من المكان. فان شاء الله انا متبني النظام ده وان شاء الله معالي الوزير يوافقنا على ان احنا نستخدم المنهج ده في كل المحاصيل وكل المناطق. الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور عماد، وده مجهود رائع جدا يعني بشكرك عليه، وبشكر كل المشاركين في المدارس الحقليه، لانه التواصل المباشر مع الفلاح مهم جدا وهيقتنع بالمعلومه اللي احنا بنقولها له، وده طبعا في النهايه بيصب في مصلحه الفلاح حتى يصل الى اعلى انتاجيه من جميع المحاصيل. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان نتقدم بجزيل الشكر للاستاذ الدكتور عماد نجم مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه. بشكر حضرتك جدا دكتور عماد. شكرا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم امين. الى ان القاكم في الحلقه القادمه بمشيئه الله، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.